بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل إلى أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا الأثبج ابن أخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز أنه حدث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لما قتلته؟ قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. الحديث مر معناه في الحديث السابقة، قلنا فلما دار الحديث، يعني لما وصل إليه الدور في الحديث، يعني هذا يبين أنه يعني كان الحديث فيه نوع من الالتزام بالأدب، تحدث الأول فالأول فالأول، فلما وصل إليه الدور في الحديث حصل البرنس وقال: لا أحدثكم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلموا في هذا اللفظ لا أحدث، مع أن هو جمعهم ليحدثهم، فكيف يقول لا أحدث؟ فهناك من يقول إن لا هنا للتأكيد، يعني زائدة يسمونها للتأكيد، ولكن ربما يحمل معنى على أنه لا أحدثكم أكثر من حديث واحد، يعني أبلغ به الموعظة ولا أزيدكم عليه، ربما هذا يكون أنسب من دائما في النصوص اللي يبقى فيها حرف لا، وبعض الناس يعني لا يستقيم مع ظاهر السياق فيحملونها على الزيادة في ألفاظ الشارع، وكلمة الزيادة فيها شيء منه، وحتى يتجنبون هذا لفظ الزائد، لأنه لا يمكن يكون في نصوص الشريعة كلام زائد ولا لفظ زائد ولا حرف زائد، ويقول أنه لتأكيد المعنى، ولكن عندما يكون له محمل آخر يكون أولى من لفظ كلمة الزيادة. فهنا لو حمل على أنه لا أحدثكم، يعني
إلا حديث واحد، يعني لو حدثكم أكثر من حديث واحد أبلغ به الموعظة، وهو الذي جمعتكم من أجله. وذكر حديث أسامة وقصته مع قتل الرجل المشرك، وفي هذا السياق وفي هذه الصيغة يتبين أن أسامة بلغ من نفسه العذر، حاول أن يقدم عذرا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجد منه ما يظهر الصفحة أو الاعتذار أو كذا، فكل ما يقول له قاله أوجع في المسلمين وفعل. ولما رأى السيف وكذا في ذلك الوقت فقط هو قال لا إله إلا الله، بحيث يظهر أنه متأول وأن فعله في محله وفي موضعه، لأن الرجل قد لا يكون مسلم وإنما يريد أن يعني يحمي نفسه من السيف، وأنه فعل هذا بعد أن فعل بالمسلمين وأوجع فيهم القتل. ومع كل هذا التقديم وكل هذا العذر الذي قدمه أسامة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله منه. ولما وجد أسامة النبي صلى الله عليه وسلم في جواب واحد وأنه يقول له أقتلته، استنكار، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، بعد ذلك لم يجد أسامة رضي الله عنه بد من يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، قال له استغفر لي، وجد نفسه أنه ما عنده شيء يمكن يبرر له هذا العمل لقتل مسلم قال لا إله إلا الله، قال استغفر لي، فأجابه يعني بجواب أيضا فيه شدة، وهذا يبين مسؤولية العظيمة في دماء المسلمين، قال له كيف تصنع بلا إله إلا الله، فصار يكرر عليه وقال له استغفر لي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيده عن قوله كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت أو إذا جاءت. فهذا يبين يعني عظم هذا الأمر، والناس الذين يتساهلون الآن في قتل المسلمين أو في تكفيرهم أو في يعني المذاهب اللي خرت على الناس ويكفروا الأمة ويكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم ويقون دماءهم حلال، يعني هذا الرجل صحابي وقتل متأولا، لم يقتل خطأ وإنما قتل متأولا، ومع هذا التأويل وهو ظاهر وعليه علامات أن الرجل قد يكون قال ذلك من أجل أن ينجو من الموت، ومع ذلك لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبله في هذا الأمر صرفا ولا عدلا، وقفل عليه الباب قفلا كاملا، ولا ينفع فيه تأويل ولا يفيده، وكل ما طلب منه أن يستغفر له لم يزده على قوله كيف تصنع بلا إله إلا الله. هذا يبين مسؤولية هؤلاء الناس الذين يستبيحون دماء المسلمين باجتهادات وتأويلات أضرت بالإسلام ضررا شديدا، و يعني كان لها أثار سيئة، موقف أعداء الإسلام على الإسلام، وبدل من ينصلح حال المسلمين ويتماسك أمرهم وتزداد قوتهم يعني ضاعت هيبتهم في نفوس الأمم، وضاعت هيبتهم في بين بني جلدتهم. والمسلمون الآن في بسبب هذه بسبب هذا الغلو، بسبب هذه الأفكار المتطرفة التي الآن يعني ليس لها زمام ولا خطام، وكلها يعني تطلب وتتكلم بكلام لا هو يتمشى مع مبادئ الإسلام، ولا يقبله أيضا الطرف الآخر الذي هو خصم الإسلام، بل يزيد تشددا وعتوا على الإسلام. ولذلك المسلمين الآن في ضعف شديد بسبب هذا التفرق وهذا التشدد وهذه الخلافات، والآن يعني ما يقرب من 1.5 مليار من المسلمين، ومع ذلك لا يساوون 25 في قوتهم وفي سلطتهم ما لا يساوون 25 مليون يهودي في العالم. أولئك يملكون قراراتهم، بل يملكون قرارهم في مصير الدول ومصير الأمم ومصير كثير من بلاد المسلمين، والمسلمون بهذا العدد عاجزون عن أن يكون لهم قرار في أيديهم، لا يملكون قراراتهم بسبب هذا التفرق وهذا التطرف وهذا التشدد وهذه الأفكار التي هي ليس لها يعني أصل لا في الدين ولا أصل لها في قوانين البشر. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا، هذا أيضا في السياق نفسه، لأن حمل السلاح معناها يعني يؤدي إلى القتال، إلى أن يقتل به المسلم، لأن حمل السلاح هو وسيلة، وسيلة، لأن ليس كل يعني الغرض هنا والسياق في النهي هنا هو الإنسان يحمل سلاح ليقتل به متعديا ظالما، لا ليحمل السلاح للجهاد أو يحمل السلاح متأولا أو يحمل السلاح ليحمي به نفسه، هذا لا يدخل، لكن ليدخل، وهذا المراد بسياق الحديث، حمل السلاح ليقتل به ظلما من غير وجه حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل ذلك فليس منا، وهذا كما ورد في أحاديث كثيرة، ليس منا، يعني إذا حمل على أنه ليس من أهل ديننا فمحمله كما سبق في أحاديث مماثلة، بمعنى أنه يستحل، من يستحل قتل المسلم ويحمل السلاح على المسلم مستحلا لذلك فليس من أهل ديننا وليس من أهل ملتنا، لأنه استحل شيئا حرمه الله عز وجل. وإذا حمل على أنه ليس من أهل منهجنا ولا على سنتنا ولا على طريقتنا، وأنه خرج من أن يكون من الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقتدون به وينهجون منهجه، فهذا يعني يكون الكلام على ظاهره ويكون فيه تحذير وتغليظ، وهذا مداه واسع، لأن الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه أحيانا في سنن وأحيانا يخالفه في أشياء يعني هي يفعلها معاصي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكمها وهو يخالفه فيها، فيفعلها على أنها تكون من المعاصي وأحيانا تكون من الكبائر وأحيانا تكون من أكبر الكبائر. فكل من خالف سنة النبي ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب واسع، المخالفة تبدأ من أصغر من المكروهات إلى أعظم المحرمات، لأن كلها مخالفة، كل من يفعل شيء من هذا فهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة التي دعا إليها. وكان سفيان بن عيينة يكره أن يؤول مثل هذا مثل الحديث، يكره تأويلها، يقول أن تبقى هكذا على ظاهرها فهي أبلغ زجرا، لا تعويها، لأنك عندما تقول يعني من حمل السلاح فليس منا، ليس على سنتنا وليس على هدينا، فقد أضعفت معناها، يقولها فقد أضعفت معناها، لأن الناس عادة تفهم من هذا هي مخالفة السنن، ومخالفة السنن يستهينون بها، وذلك يكره تأويل مثل هذه الأحاديث ويقول تبقى هكذا على ظاهرها، وليفهم منها كل إنسان ما يفهم، بحيث لأنه عندما لا يحدد الشيء اللي يحذر منه تذهب به النفس كل مذهب من أصغر شيء إلى أكبر شيء، يبقى كله يعني محتمل، والنفس تتوقع كل مخالفة، وإذاك يكون الزجر أبلغ، لكن عندما تحدده في شيء واحد قد يستهين به الناس ويقول هذه مسألة يمكن التوبة منها، وهذه مسألة صغيرة، هذه مسألة كبيرة، لكن أطلق النفس العنان تذهب كل مذهب في هذه المخالفة، ليس منا بكل الصور التي يعني يمكن أن يتخيلها الإنسان، فهو بعيد عن طريق الإسلام، وهذا يكون أبلغ في الزجر. ويدخل فيه أيضا النهي عن ليس فقط عن حمل السلاح للقتال، وحمل السلاح للقتال من غير تأويل، لكن إذا كان إنسان حامل سلاح متأول ولا يقاتل فئة باغية ولا يقاتل يعني بوجه مشروع أو ليقيم حدا أو ليقيم قصاصا، هذا كله لا يدخل في هذا، وإنما هو يحمل السلاح ليقتل به ظلما، هذا هو محمل الحديث. وأيضا يدخل فيه أيضا النهي يكون حتى أحيانا أبلغ وأوسع من هذا، حتى إرهاب المسلم، أحيانا لا يريد إنسان يقتل لكن يحمل السلاح لإرهاب المسلم، الإرهاب في حد ذاته أيضا محرم من الكبائر، إنسان لا يرهب مسلم، لا يجوز له أن يرهب مسلم، لأن إرهاب المسلم قد يترتب عليه
قتله وقد يترتب عليه أذى وضرر شديد يؤدي إلى قتله. وذلك ورد النهي عن الإنسان يشير إلى أخيه بالحديدة، ما شاء إلى أخيه بحديدة فالملائكة تلعنه حتى يترك، فالملائكة تلعنه وإن كان أباه من أخيه وإن كان أخاه من أبيه وأمه. وأيضا الحديث الآخر لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه قد ينزع الشيطان في يده فيقع في حفرة في النار. قد ينزع الشيطان في يده، يعني كثير من الناس أحيانا يأخذ السلاح ويلعب به ويظن نفسه ويعتقد أنه مسيطر عليه وأن في مأمن وأن التأمين معمول وكذا، فيفاجأ بأن التأمين غير موجود وتنطلق منه رصاصة وتقتل أحيانا تقتل له صديقة، هذا متكرر ومشاهد. فهذا هو معنى ينزع الشيطان في يده، يعني يلعب به الشيطان الإنسان ويده ترتعش أو يعني يجرئه على أن يعمل شيء أو يحرك حركة في هذه السلاح فتقتل إنسانا برصاصة طائشة، فينزع الشيطان في يده فيقع في حفرة من النار. فهذا كله الحديث تبين أن مسألة السلاح وحمل السلاح من أجل إرهاب الناس ومن أجل الاعتداء عليه ومن أجل القتل الظلم من أشد الكبائر ومن أعظم الذنوب، ويدخل فيه كل اللعب الآن بالسلاح والناس تساهلت فيه حتى أن أصبح قتل المسلم مثل قتل البعوضة اللي الله عز وجل بيّن أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الله عز وجل جعل قتل النفس الواحدة كقتل الناس جميعا لما فيها من انتهاك الحرمة، والناس الآن تساهلوا في هذا الأمر حتى أصبح قتل المسلم مثل قتل الذباب وقتل البعوض، يعني السلاح يعني يؤجر ويتساهل فيه ويستعمل في المناسبات وغير مناسبات، يخرجون فيه الاحتفالات والأعراس ويؤجرونه بالمال، ويعني تسمع القذائف الثقيلة وتسمع هذا كله يدخل في هذا الباب. والتحذير من استعمال السلاح في غير وجه حق، لأن السلاح لا يستعمل إلا في الأشياء التي أذن فيها الشرع لإقامة الحد لإقامة القصاص لقتل الخارجين البغاة لقتل الكفار في الجهاد، هذا فقط. أما مع ذلك فالسلاح ينبغي الإنسان ألا يقترب منها، لأن دماء أو دم المسلم من أعظم الكبائر ومن أعظم الذنوب، بل هو من أشدها عند كلمة العلماء من أشد الكبائر عند الله عز وجل هي قتل مسلم بغير حق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سل علينا السيف فليس منا. أيضا هذا في إرهاب، يعني سل السيف وقد يكون يسله من باب التهديد والتخويف زي ما نرى شائع الآن في شهر السلاح، وقد يكون سل السلاح ومجرد أنه يأخذه ليتسلى به ويلعب به ويقلبه، زي ما يأخذ إنسان سلاحه أحيانا يبقى جالس هو وأصدقاء يخرج سلاحه ويبقى يبحث عنه ويقلبه ويزيد وينقص ويفعل، هذا كله يعد من سل السلاح. والمسائل مثل هذه المسائل يما إنسان يحتاط فيها غاية الحيطة، حتى عندما يريد أن ينظف سلاحه ويريد أن يعتني بسلاحه أو يمسحه أو يصقله وكذا، يما أن يكون وحده في خلوة ولا يفعل ذلك بين الناس وبين الجماعة، لأن هذا قد يؤدي إلى قتل النفس من غير من الإنسان أن يشعر. ولذلك يعني حتى ورد عندما الإنسان يريد أن يناول السيف أو يناول السكين أن يناوله في غمده لا يناوله هكذا، لقد تمده إليه فتهتز يدك فتضربه. وذلك حتى الناس عندها في أعرافها عندما تريد أن تناول الإنسان سكين تناوله من المؤخرة لا تناوله من المقدمة، إذا ناولته من المقدمة فقد يقطع له يده من حيث لا تشعر. فهذا كله من باب الاحتياط الواجب في التعامل مع السلاح عندما يكون بحضرة الناس ويكون الإنسان ليس في خلوة وحده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء وحدثنا أبو القاري ابن عبد الرحمن القاري بالنسبة إلى القارة قبيلة حاء وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. أضاف إليه شيء آخر، من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. أكمل حديث بعد. نعم. وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. هذا أضاف هنا شيء آخر، الحكم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم واحد، من حمل السلاح علينا السلاح فليس منا ومن غش فليس مني، فكأن الغش أيضا في هذه المنزلة وفي هذه المرتبة، قرنهم النبي صلى الله عليه وسلم في كلام واحد وفي حديث واحد وعقابهما واحد، فهذا يبين لك أيضا الفساد والضرر و التحذير من مسألة الغش. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع طعاما، صبرة من الطعام، الصبرة هي يعني الكوم أو يسموه الكدس أو الطعام اللي يلقى بعضه فوق بعض، يعني الصبر والصبرة معناها في اللغة شيء يفرغ بعضه على بعض. قال ومنه أيضا السحاب يقال له صبير، السحاب المتراكم سحب بعضها فوق بعض، فالصبرة هذا هو مفهوم اللغة فيها أن طعام يلقى بعضه على بعض هكذا ويكدس دون أن يلاحظ فيه الكيل ولا الوزن، وذلك الفقهاء يتكلمون عن بيع الصبرة وبيع الطعام يعني جزاف ومكدس هكذا دون أن يكال، فيجوزون بيع الجزاف وبيع الصبرة بشروط يذكرونها في كتب الفقه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق فعرج يبيع الطعام ويبيع هذه الصبرة من الطعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في الطعام فنالت يده بللا، يعني لما أدخل يده في وسط الطعام أصابعه أصابها البلل. قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، يعني أصابه المطر، السماء معناها المطر، فنزل عليه المطر وأصابه الماء، فظن أن هذا ربما يكون عذرا له، النبي صلى الله عليه وسلم بين له وقال له هل لا وضعته فوق الطعام؟ إذا كان هذا صحيح وكما تقول وأن هذا لا دخل لك فيه وأنت لست غاشا وإنما هي المطر أصابته، كان عليك ألا تترك هذا الأمر بهذه الصورة، فتترك الطعام الذي ليس به بلل على أعلى الصبرة والطعام المبلول في أسفلها، فكان عليك أن تخرج ما كان بداخل الطعام من البلل ليتجعله فوق الطعام حيث حتى يراه الناس، بحيث تكون مع ذلك سلمت من الغش وسلمت من الخديعة. والحديث هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى السوق، وهل خروجه إلى السوق قالوا من أجل أن يتفقد أحوال الناس أو من أجل أن يشتري حوائجه بنفسه؟ يحتمل أمر هذا وهذا، وكل ذلك ليس فيه غضاضة وليس فيه هو مكروه، بل ينبغي الإنسان أن يقوم بشأنه بنفسه، حتى أهل الفضل وأهل الخير وأهل العلماء وأهل الفضل يذهبون إلى السوق ويشترون حوائجهم بأنفسهم، وهذا لا يعني يحط من أقدارهم ولا يحط من منازلهم. وحديث مالك عن يحيى بن سعيد يقول عن عبد الله بن عمر، يعني يقول يحيى بن سعيد ما أخذ حديث سعيد بن المسيب
إلا من عبد الله بن عمر إلا في السوق تحت ظل المنارة والمكان الذي تباع فيه العباءة وفيها الألفاظ متعددة، أنهم كانوا يجلسون في السوق ويأتيهم الناس ويأخذون عنهم السنن ويأخذون عنهم الأحاديث. فرواة الأحاديث وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون إلى السوق ويجلسون فيه وينتفع منهم الناس، وحتى وجودهم في السوق كان مفيدا، كان يأتيهم من يروي عنهم السنن. فهذا يدل على أن دخول السوق والتعامل مع الناس فيه والبيع والشراء هو يعني لا يعني أثر له على أهل الفضل ولا على أهل المروءة، بل الناس كلهم ينبغي أن يفعلوا هذا، وليس في ذلك حرج ولا شيء يعني يشين. وإذا كان أمر الآخر أيضا حتى هو وارد، ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويتفقد السوق ليرى يعني انتظام الناس والتزامهم وماذا يصنعون، مثل هذا الأمر اللي الآن رآه وأجرى فيه مخالفة شرعية ونبه عليها، بحيث أسواق الناس تستقر ولا يبقى هناك فيها غش ولا غبن ولا يبقى فيها خداع ولا خديعة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يذهب إلى السوق، بل كان أكثر من ذلك، أنه كان لا ينهى عن إنسان أن يتولى بيع شيء سلعة وشراها حتى يكون عالما بما يبيع وبما يشتري، يعني يذهب إلى أكثر من هذا. من أراد أن يتاجر في الحيوان ويتاجر في الذهب ويتاجر في الطعام وكذا، كان يلزمه أن يكون عالما بأحكام ما يبيع فيه، فإذا كان لا يعرف ذلك لا يقره على ذلك، وهذا مبدأ صحيح وهو يتفق مع ما يقره العلم، بأن الإنسان لا ينبغي أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. ومن باب أولى من يتولى البيع والشراء خصوصا في الأشياء التي يكثر فيها الربا ويكثر فيها الغش ويكثر فيها الخداع، أحيانا كثير من الناس يعني يقوم ببيع وشراء السلع يظن أن بيعه وشراءه لا حرج فيه وليس فيه مخالفات، وفي الواقع هو قد يشتمل على الربا، قد يشتمل على غش، قد يشتمل على خديعة، قد يكون بصورة غير صحيحة وهو لا يدري، غير متعمد، لا يقصد أن يغش ولا يقصد أن يخدع ولا يقصد أن يتعامل بالربا، ولكنه في الواقع يفعل ذلك. فهذا سبب أنه لا يعلم حكم الله عز وجل فيما يتجر فيه وما يبيع وما يشتري. وذلك لهذا فائدة كبيرة، وينبغي أن يكون هناك في الدولة المسلمة، إما في الدولة المسلمة أن يكون هناك جهة خاصة كانت تسمى الحسبة، هي التي تتولى تقنين عمل الأسواق والرقابة، وكان يتولوها يتولون الحسبة كانوا من العلماء، وكانوا من يعني الذين يمارسون العلم ويخالطون العلماء، والأحكام الظاهرة المعروفة كلها تبقى في أذهانهم ومعروفة، وعندما يمرون بالأسواق كل المظاهر اللي فيها مخالفة للشرع كلها ينبهون عنها ويمنعون أصحابها من الاستمرار فيها. فكانت الأسواق مستقرة، كانت الأسواق البيع فيها والشراء على حكم الله وشرعه، بسبب هذا النظام، نظام الهائل، نظام الحسبة اللي يقوم فيه المحتسب بضبط كل المخالفات الشرعية سواء في الغش أو في الموازين أو في المكيل أو غير ذلك. والآن هذا النظام غير موجود، قد ضاع، ينبغي أن دولة تعمل جهاز آخر يحل محله، وعلى الأقل أصحاب الصنايع، لأن الآن الأمر أصبح متيسر جمع الناس، ليس مثل الماضي، لأن كل جماعة من التجار تبقى عندهم نقابة تجمعهم، ينبغي أن يجمع أهل هذه النقابة ويبين لهم صنعتهم وكيف وجوه مخالفتها أحيانا للقوانين الشرعية، ويوجهون وينبهون إلى ذلك، وتعمل لهم بعض النصائح والمطويات أو كذا، بحيث تبقى الناس كلها أكلها وطعامها حلال، لا تأكل حرام. لأن مثل الذين يتاجون في الربا الآن لا يعتقدون أنهم، كثير منهم خصوصا الصرافة، حتى على العهد الأول عندما كان الأمر مضبوط وكان الناس التجار وعامة الناس يعني يعتنون بالعلم ويسألون، حتى في ذلك الوقت كان هذا العمل وهذا النشاط من أضيق أبواب الربا، وقل من يسلم منه، من يعني
اعتنى بهذه الصنعة أو مارس هذه الصنعة قل وأن يسلم من الربا. فما بالك الآن في الوقت الحاضر غاب فيه التوجيه وغابت فيه النصائح وتعقدت معاملة الناس وتفرعت وتكاثرت ولم تكن محصورة في صور محدودة كما كانت في السابق. فهذا أدعى إلى أن الدولة والنقابات وبلد مسلم لابد دائما نقول كما أن الآن الناس حريصون على ألا يخالفوا القوانين في مؤسساتهم. ما تمر بمؤسسة ما تجد مؤسسة من المؤسسات إلا وفيها مستشار قانوني. عجيب، لماذا؟ لأن الناس يخافون القانون. إذا أي مسؤول في مصلحة في إدارة في أي جهة من الجهات لابد أن يكون عنده مستشار قانوني، لأنه يقول أنا ربما أعمل كذا أو أعمل معاملة أو أصدر قرار وكذا فيخالف القانون فيأخذ القانون إلى المحاسبة وإلى المحاكمة وإلى التشنيع وإلى آخره. أولى به في كل إدارة وفي كل مصلحة وكل مسؤول أولى به أن يكون عنده مستشار شرعي، لأن هذا المستشار الشرعي هو الذي يقيه الوقوع في الهلاك، هو الذي يقيه مصارع النار والمخالفات الشرعية والمعاصي والآثام، هو الذي ينبغي أن يوجهه وينبهه. أحيانا يتخذ قرار يظن المسؤول في السوق ولا المسؤول في الإدارة يظن أنه لا بأس به وتترتب عليه مخالفات شرعية كبيرة ويكون منها ضرر على المسلمين وضرر في الدين. فأولى الناس أولى بهم أنهم الآن ينتبهوا لمثل هذه المسائل، والأمر يمكن الآن أصبح يسير لو صدقت النيات وخلصت والناس تريد بالفعل أن تضبط أعمالها وأحكامها بالشيء السمين. الأمر من أهول ما يكون من أيسر ما يكون، يعني هم متوقف فقط على عزم صادق ونوايا صادقة أنك تريد أن تستشير يعني في مثل هذه المسألة. لأن الإسلام ودين المسلمين وشريعة الله عز وجل ليس هي يعني تريد أن تكبر الناس ولا أن تمنعهم من مصالحهم ولا أن تضيق عليهم كما يظن بعض الناس وبعض الجهلة، بل بالعكس الفسحة الموجودة في الشريعة الإسلامية لا تجدها في القوانين، لأن القوانين هي التي تؤدي بالناس إلى الضيق لأن الناس يتحايلون عليها، الأمور تبقى فيها نوع من التعقيد فيضطر الناس إلى التحايل عليها بحيث يصلون إلى مقاصدهم بتجاوز تلك القوانين فيصلون إلى المفاسد ويأمنون العقاب. لكن الشريعة الإسلامية سمحة واضحة، كل ما فيه ضرر تمنعه لأن الضرر يعني مرفوع والناس النفس بطبيعتها أن تأباه ولا تحبه لما فيه من الضرر عليها، وكل ما فيه مصلحة فهو مأذون به ومشروع. فلو الناس استجت هذا الاتجاه سواء في أسواقها أو في إداراتها وصارت هناك استشارات شرعية أو مستشار شرعي، أولا هؤلاء العلماء وهؤلاء الشيوخ يؤدون دورهم بصورة صحيحة، يبقى عندهم فرصة للتوجيه وللدعوة ولبيان الحكم الشرعي وبيان بحيث الناس لا يبقى عليها هذا الشيء غريب. الناس الإسلام الآن يعني يعيشوا في غربة بحيث الأحكام كلها أصبحت يعني إلا ما قل منها، والإسلام حشروه وضيقوه وقالوا هو يعني صار انطباع عام عند الناس بسبب هذا الغياب أن الشريعة الإسلامية هي مجرد عبادات وطقوس وكذا محددة، وتجد عامة المثقفين الآن وهذا ليس مبالغة، عامة المثقفين الناس أحيانا ليس عداء للدين وإنما جهل، هو لا يعاد الدين لكن يظن من فهم السقيم من فهم السيء يظن الدين هذا دورة لا يمكن دخل الدين في القوانين. يعني ما دخل الإسلام ولا الشريعة ولا القرآن ولا السنة في قانون المرور ولا قانون الإدارة ولا قانون العزل السياسي ولا قانون، يقول ما دخل الشرع في هذه المسائل، أنتم تريدون أن تدخلوا الدين. وذاك الأصوات اللي نسمعها الآن رأي أحيانا من ناس على يعني ليس عندهم عداء أساسا لكن عدم قدرة على فهم التوأمة أو فهم يعني الشريعة وموافقتها لما يحتاج الناس إليه، يرون أن هذا أمر لا يمكن أن يكون. الشريعة معنى واحد وهو صلاة وصيام وزكاة، ولكن هذه مسائل يحكمها القوانين ولا علاقة بالشرع. ليس سببه أحيانا هو عداء ولا عدم رضا بأحكام الله لكن قصر نظر، يعني يستغرب كيف يعني
هل يمكن أن يكون؟ وهذا أيضا جزء من القضية الأخرى، وهو أنهم عندما يريدون أن يتكلموا عن الدستور وتحكيم الشريعة الإسلامية يعني يستعظمون كيف أن تريد أن تحكم الشريعة الإسلامية في كل شيء. يقول لك يعني ما علاقة الشريعة الإسلامية بأشياء تتعلق بأشياء يعني تفصيلات دقيقة جدا تتعلق بلوائح وبقوانين وبتنظيم أشياء بمختلف التخصصات القانونية الموجودة، القانون التجاري والقانون الإداري والقانون كذا. هذا كله الاستغراب سببه أحيانا ليس العدافة، ربما بعض الناس قد يكون عنده عداوة وعنده خبرة بهذه المسألة والاتجاه العلماني المعادي للدين، لكن نسبة كبيرة من عامة الناس وحتى من المثقفين يظنون أن المسألة مجرد أنها لا علاقة بين هذا وهذا وليس هناك ضوء. فإذا لو الناس يتجهون الآن تكون هناك دعوة، وهذا يحتاج إلى تفعيل المجتمع المدني، ينبغي أن يكون عنده نوع من النشاط ونوع من الوعي بإيقاظ الناس إلى مثل هذه المسائل، تنبيه الناس إلى أن يكون حضور للاستشارات الشرعية في الأسواق وفي الإدارات وفي المصالح. هذا هو الطريق أو الوسيلة الوحيدة العملية بحيث تطبق الشرع سلوك وعمل في حياة الناس. بعض الأسئلة يقول السائل: كثرت هذه الأيام الأسئلة عن حكم أزواج المفقودين بعد الثورة المباركة، فهل نستطيع الاعتماد على كتب الفقه القديمة في أحكام المفقودين؟ يعني يقصد أن زوج مفقود وزوجته الآن يعني تريد الحكم الشرعي في هذه، يقصد الحكم المفقود يعني مفصل في الكتب الفقه الإسلامي تفصيل واضح دقيق يعني، وبإمكان تطبيق هذه المسائل. من علم موته لا إشكال فيه، لكن الجهة مسؤولة من الدولة بينت وخاطبت الناس وقالت لهم هذا الرجل قتل في مسلم ولا قتل في المكان الفلاني، هذا انتهى الأمر. هذا جاي لأن زي حكم الحاكم، لأن حتى امرأة المفقود عندما أن يضرب أجل له إذا كان هو غاب في بلد مسلمين ولم يعرف أنه حضر الصف وحضر القتال وبيضرب له الأجل والأربع سنين، هو يحتاج إلى حكم حاكم القاضي يبحث عنه وبعد أربع سنين يحكم بموته. فإذا حكم القاضي بموته يعد في حكم الأموات، وزوجته بعد ذلك تتزوج، وفيما يتعلق ب كل أموره الأخرى يعد في حكم الميت من ذلك الوقت اللي حكم فيه القاضي. فقط فيما يتعلق بماله والميراث هذا، وإذا كان لم يتحقق من موته فلا يعني يورث ولا يرث إلا بعد سن التعمير، لأن مسألة الزوجة لا تحتمل الانتظار أكثر من هذا الوقت، الأحكام متعلقة بالزوجة. أما المال فيعني الانتظار فيه لا يضر، فينبغي أن لا يتصرف فيه حتى يتحقق موته. فالأحكام بإمكان تطبق لا إشكال في ذلك. من حضر القتال وعرف أنه حضر الصف وانتهت المعركة ولم يوجد له أثر يحكم بموته، عندما إذا كان هو غاب في بلاد وما يعرفش عليه ولا حضر القتال ولم يحضر يضرب له أجل أربع سنين، ثم بعد ذلك ترفع القضية إلى الحاكم ويحكم بالموت، ثم بعد ذلك تعتد. وفيما يتعلق بالمرات ينتظر إلى سن التعمير، وأصح الأقوال فيها أن يعني 70 سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي من 60 إلى 70. بالنسبة للفقراء يقولون أن تبدأ العدة من انتهاء المعركة، لو الحرب التوري صار دفاع ثاني أنت تسمى مثلا انتهت بعيان التحرير ولا كل معركة مستقلة؟ لا، المعركة إذا كانوا لا مش التحرير، لا هو إذا شهد شهود أنه حضر معركة في مكان معين وثم جاءت المعركة ولم يوجد له أثر فيحكم له بالموت. لكن مسألة التحرير ما ليش علاقة، قد يكون هم غير موجود في ذلك الوقت. فإذا عرفوا أنه إذا التقت الصفوف وكانت هناك معركة في مكان ما وصار فيها قتال يوم واثنين وثلاثة وأربعة وجهت المعركة ولم يعرف له أثر فيحكم له بالموت، ما لم يتحقق من هذا وهذا لا تحقق موته وشهد شهود. لأن كثير من
الأموات في المعارك نسبة كبيرة منهم يعرفون، عرفوا اللي من مات سواء من الطرفين، من جماعة الكتائب القذافي حتى مثلا معركة صارت في الزنتانة وصارت في مصراتة وصارت في مكان آخر. عندما ترجي تلك المعركة في الجواليش ولا في الدافنية ولا كذا، في الغالب كل الأشياء تعرف سواء كان من الطرفين من هذا ومن ذاك. وإذا كان يعني عرف الإنسان حضر هذه المعركة بالفعل وبعد ذلك ما وجدوا جثته وأنجات المعركة ولم يجد له أثر بعد ذلك، فيحكم له بالموت. وشيخ في ناس أفسدت وكان يقول بيان دار الإفتاء مثلا بالتفصيل دراسة اللي صار باعتبار حرب التو اللي فاتها، يعني الإنسان يسأل يقول لو كان في مثلا بيان من الشيخ مثلا في دراسة تفصيلية لما حدث يعني من دار الإفتاء. كل حال الأسئلة تأتي اللي عندها كل حالة، لأن البيان أولا العامة لا تستطيع أن تأخذ حكم من بيان، كان أهل الفقه وأهل العلم يكون في الدروس لا بأس، لكن أنك تعطي فتوى من بيان العامة في الغالب لا ينتفعون بالبيانات هذه، لأن كل حاجة تحدث للناس العامة لابد أن يصل فيها بعينها بحيث تبين له المسألة ومسألته بخصوصها، تقول له أنت الآن أو المرة تقول أنت قد انتهيت من العدة ولا حرج عليك، تقول له المال لا ينبغي أن يقسم، فهذا هو الذي يفيد العامة لا يفيد بيانات. لكن من حيث ما سيتعلق بالدروس أو بيان أحكام حكم شرعي بصفة عامة ذاك مسألة أخرى. قل ظهرت كثير من الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام وهدفها واحد ولكن الطرق تختلف، مثل جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ، يقول فما حكم الانتماء لأي جماعة من هذه الجماعات وما توجيهكم نحو هذه الجماعات بارك الله فيكم؟ يعني أنا عملت كتيب صغير الآن أدعو فيه إلى أن الناس ينبغي إذا أرادوا الخير ليس فقط في ليبيا وإنما المسلمون في أقطار الأرض، لأن ينبغي أن يكونوا قد استفادوا من هذه التجربة على مدى 50 سنة الماضية، ما نتيجة هذه الانقسامات والانقسامات تبين لهم أن كثير منها هو يغذيه أحيانا، يبدأ صحيح مبدأه يكون لله ويكون فيه يعني دعوة وناس تجتهد وتريد أن تشق طريق صحيح تراها في رؤيتها أنها ربما يكون فيها خير للمسلمين وتحقق لهم الهدف المنشود، لكن يتبين بعد ذلك بسبب ما تدخلات لا تفهم من أي جهة، وتحدث بعد ذلك انقسامات ثم انقسامات ثم انقسامات ثم تشدد ثم ترهل، ثم فصارت الأقسام والطوائف والفرق والتسميات تعج بها بلاد المسلمين من غير حد ولا عد. وهذه لم من خلال التجربة لم يستفد منها الإسلام شيء، بل أثقلت كاهل المسلمين ودفعوا من أجلها ضريبة باهظة من متشدد مغالي مكفر ما مقاتل لا يعبأ بشيء يستحل المحرمات. يعني هناك الآن دعوات غريبة كيف الإنسان ينسبها إلى الإسلام، هناك جماعات تستحل السرقة، يعني بإمكانها تذهب إلى بلد من بلاد غير المسلمين وتسرق وتقتل وتفعل كل ما تريد، ويرون أن هذا نوع من الجهاد وأن هذا يعني أمر مشروع. فيضبط للأسف يضبط هؤلاء الناس في بلاد الغرب اليوم الآن سيطروا على العالم الإسلامي، يضبطون وإنما يأخذون المحاكم ينسبون هذا الإسلام، يضبطون مثلا هو سارق عداد الكهرباء يصورون أنه سارق العداد ويعرضونه في المحكمة يقول أنت سرقت شيء، يقول أي نعم أسرقه لأن أعتبر أنه حلال. هذا أي منطق هذا؟ هل هذه الدعوة يا الله؟ هذا تنفير. حتى لو هذا يستغل من قبل أعداء الله وأعداء الإسلام ليس هناك أبلغ في الصد عن سبيله من مثل حادثة واحدة. هذه يمكن من يشاهدها ومن يراها من أهل الكفر وأهل الضلال من يراها يبتعد عن الإسلام 70 خريفا، لا يمكن يعطي وجهه للإسلام أبدا. يقول إذا كان الإسلام هو يبيح السرقة وعلن هكذا ويقول هذا حلال، يعني أي دين هذا؟
هذا ألصقوا هذه الأشياء بدين الله سبحانه وتعالى وشوهوا بهذا الفهم السقيم السيء، ويظن أن هذا يعني هو الدين الحق، وأنه بإضافة إلى استحلال الدماء تجد الواحد يعني من هؤلاء. أنا شاهدت بنفسي لا يستطيع أن يقيم في أي بلد من بلاد المسلمين، لا يستطيع، لأنه كل بلاد المسلمين يطاردونه، لو يقع في أي بلد من بلاد المسلمين هو إما في الحبس وإما يحكم عليه بالإعدام، لا يجد مكانا يمكن أن يعيش فيه إلا بلاد الغرب، بلاد الكفر. فعندما يعيش بلاد الغرب بدل من يشتغل بالدعوة إلى الله وبسماحة الإسلام ويبين للناس أن بلاد المسلمين فيها اضطهاد وفيها عدم عدل وفيها كذا، ونحن ضد الظلم أينما كان، ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبين مزايا الإسلام ومحاسن الإسلام، بدل من هذا تجده يعني معتنق مذهب مغالي، تكفير، مقاتلة أي مذهب. وعندما يعني تقتنصه الإذاعات الغربية مثل البي بي سي والإذاعات الماكرة هذه وتعمل معه مقابلات، مقابلة واحدة يعني تكفي في صد عن سبيل الله عشرات السنين. أنا كنت شاهدت مقابلة مع شخص هو لا يستطيع أن يقيم في بلاد المسلمين ويؤمن بالتكفير والمقاتلة والبلاد الكفر ويبيح السرقة عند بلادهم ويبيح قتلهم، فتصله المذيعة الغير مسلمة وتقول له يعني أنت بكلامك هذا معناها أني كافرة ويجوز لك أن تقتلني. يقول نعم أنت حلال الدم أقتلك. كيف يكون هذا؟ أي غباء. هو ما عنده، قبلها كانت تسأله وتقول له المذيعة تقول له أنت هل تستطيع أن تذهب إليه بلد من بلادك المسلمة؟ يقول لها لا أستطيع. ووجد في تلك البلد أعطته إقامة وراحة ولجوء سياسي من باب طبعا الدعاية، وليس من حب في الإسلام ولا حب في أهلي، ولكن باب أنهم يبينوا أنهم أهل عدل وأنهم إنصاف وأنهم مع حقوق الإنسان ويعطونه مرتب ويعطونه مسكن ويعطونه بيت ويعطونه كل شيء كله، ومع ذلك يخاطب بهذا المنطق اللي ينفر من دين الله. فأي عاقل يعرض عليه هذا المشهد يقول انظر إلى موقف الكافرين والكفار من المسلمين المضطهدين كيف يحموهم ويؤونهم، وانظرهم كيف يفكرون. كلام هذا يعني للناس ينبغي. هذه الجماعات الآن اللي تكاثرت وتناسلت وكل يوم تنقسم وكل يوم تضاف لها أسماء جديدة، لم يجني منها الإسلام إلا الكدر. الإسلام الآن يعاني كما قلنا أزد من 1,000,000,000 مسلم لا يملكون قرارهم ويعتمدون في قوتهم، معظمهم في أكلهم وفي قوتهم وفي معيشتهم وفي سياراتهم وفي كمالياتهم وفي ضروريتهم على بلاد غير المسلمة. والأدهى من هذا أنهم لا يملكون القرار. ترون القدس الآن، قدس هذه قضية إسلامية ما في أحد يستطيع أن يعمل فيها شيء ولا يجب تأخذ فيها قرار، ليس فقط هو أن يقاتل من أجلها وأن يحررها، لا، حتى يتخذ قرار بإجماع في القضايا التي تناصر الفلسطينيين وتناصر تخليص بيت المقدس من الظلم لا يجتمعون على ذلك. أكثر من أزد من 1,000,000,000 لو كانوا هم على قلب رجل واحد وتسموا باسم الذي سماهم به الله عز وجل مسلمين فقط وتخلصوا من هذه الانتماءات وهذه الدويلات وهذه التسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان، لو جعلوا تركوا أنفسهم مسلمين ويعني وقفوا موقفا واحد في المسائل المتفق عليها، دعنا من الاجتهادات والخلافيات وأنت على المذهب الفلاني والمذهب الفلاني، هذا يتركوه بينه وبين نفسه، لكن في قضايا يفترض لكل لا خلاف فيها، نصرة الإسلام أينما هو، موالاة المسلمين أينما هم، ما دام مسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين نحن من هذا، من هذه الضغائن والكراهيات وتبقى الانتماءات للشيوخ وانتماءات للجهات وتصرف الأموال والجهود والطاقات ليس فقط من طلاب العلم بل من الدعاة ومن العلماء ومن المؤسسات، مصاريف وأموال لا أول لها ولا آخر، كلها جهود ضيعة لتضييع الأوقات وتضييع الأموال وتضييع القضية في النهاية.
لماذا لا يرجع الناس إلى اسم واحد؟ هل الذي اختارهم الله عز وجل له؟ هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هل هناك أحسن من هذا الاسم؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ لأن تعداد الأسماء هذا بيؤدي إلى اختلاف الأسباب، بيؤدي إلى اختلاف المسميات قطعا بطبيعة الحال. وإن ظنوا أن في بادئ الأمر المجرد هي أشياء تنظيمية، هي لو كان بقيت أشياء تنظيمية والولاء فيها والبراء هو للإسلام فقط وليس الولاء والبراء لهذه الأشياء، لأن أصبحت هذه الأسماء أصبحت أسماء شرعية، هي ليس فقط مسائل تنظيمية مثل جمعية مدنية وجمعية كذا بحيث فقط أنك تجمع لك ناس في إطار واحد يمكن يسهل استعمالهم ويسهل تعاونهم في مسألة. لم يقف الأمر عند هذا الحد، لو وقف هذا الحد لا بأس به من التعاون على البر والتقوى، لكن تجاوز، أصبحت هذه الأسماء بدل ما كانت هي أسماء عادية لمجرد التنظيم وجمع الكلمة أصبحت أسماء شرعية عليها ولا وبراء، تضليل وتبديع وتكفير وتهجير، وكل واحد يخاصم الثاني، وأصبحت يعني كأنها جزء من الدين. وكما يقولون أصل الكلمة في الأول تبدأ كلمة ثم تصير ملة بسبب التشدد والغلو، عندما يعني النصارى من أين أتت كلمة النصارى؟ قالوا أنصار الله، أبدت كلمة فصار فيها التشدد والغلو حتى صارت نصارى الآن وصارت ملة. قالوا هدنة، ما أصبح كلمة لا بأس بها، رجوع إلى الله وكذا، ما أصبحت يهودية، أصبحت ملة بسبب التشدد والغلو والولاء والبراء على الكلمة، أصبحت تركوا أصل الدين وأصل الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب التشدد والغلو والانقسام والتمسك بالكلمة والولاء والبراء عليها حتى أصبحت ملة بعد ذلك. فلو الناس يتخلصوا الآن، يتخلصون من هذه التسميات ويرجعون إلى اسمهم الأول اسم الإسلام، يتعاونون في المبادئ الأساسية المتفق عليها الثوابت الدين، كلهم يكون كلمة واحدة، ثم بعد ذلك الاجتهادات الأخرى المذهبية والخلافات وكذا هذه لا أثر لها، ينبغي لا تؤثر، كل واحد لو أن يجتهد حسب اجتهاده وحتى ما يفتيه شيخه أو عالمه، لأنه العالم ينبغي أن يجتهد بما يعرفه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقلد يقلد من يثق في دينه وعلمه ويتبع أمره وتنتهي المسألة، ولكن تبقى هناك ثوابت وقضايا دينية إسلامية شرعية يجب أن يكون الولاء والبراء عليها من كل المسلمين والاتفاق عليها، مولاة المسلم يعني ما فيه مولاة لغير كلمة الإسلام. لو نصل إلى هذا نضيق الخلاف ونتخلص من الشقاق ونتخلص، أما التكتلات والأحزاب والتسميات فهذه لا تزيد الأمر إلا سوء في هذا الوقت. السؤال الأخير يقول: فهم من جوابكم في الدرس الماضي حول إطلاق لفظ الشرك والردة عند التحذير من الأفعال التي يقوم بها بعض الناس عند القبور، مثل طلب المدد من الميت ومن الرسول أو طلب الرزق والولد والطواف إلى خيره، مما هو واقع بالتأكيد عند الأضرحة وبكثرة، فهم بعض الناس أنه لا يطلق على هذه الأفعال لفظ الشرك بحجة أن فاعل هذه الأشياء لا يقصد ولا يفهم ما يقول وما يطلب، فهل وصف هذه الأفعال بأنها أفعال شركية من الأمر الذي لا ينبغي؟ الذي نريد أن نبين، لا نريد أن ندخل في المشاكسات اللفظية، نريد أن نبين علينا أن نعتني الآن بتعليم الناس، لأنه لا فائدة أن تطلق كلمة الشرك، المجتمع مشرك ولا تزيد الأمر إلا سوء. لا نقر إنسان يأتي إلى ولي ويطلب منا مدد ولا يطلب منا عطاء، ولا هذا نقره ولا نرضاه، وينبغي أن نضع برامج لمعالجة هذه الأشياء، وبرامج معالجتها لا تكون بهدم ضريح ولا نقل قبر أبدا، لا يمكن، بل بالعكس ولا يزيد مع هذا الأمر إلا غلو وتشدد. نريد أن ننزع هذا الغلو من قلبه، نريد أن ننزع هذا الاعتقاد الفاسد من قلبه، هو قد يفعله جاهل، قد يفعله متأول، يعني ناس تكفير الأعيان هذا لا يجوز، وكونك تطلق هذا كلمة شرك وتقول المجتمع الآن مشرك، لأن نسبة كبيرة الآن ما يقلش عن نصف عامة الناس قد يكون ينسقون في هذا الحال،
وتقول نصف المجتمع الليبي مشرك، ماذا أنت صنعت بهذا الأمر؟ أنت عليك أن تحذر من هذا الصنيع وتبين يعني عاقبته، وقد يؤدي بالإنسان إلى الشرك الحقيقي إذا يستمر فيه، وتبين مثل هذه المسائل وتضع برامج لعلاجها والانتزاعها من قلوب الناس، تبين لهم البديل الصحيح والسنة الصحيحة الصريحة في هذه المسائل. هذا هو العلاج كيف يكون. لكن يبقى الإنسان يطلق في كلمة الشرك وينزع القبر من هنا، والناس تزداد غلو في مسألة أخرى، وكل ما تهدم قبر يبنوا هم قبر آخر. ليس هذه طريقة صحيحة للعلاج. ينبغي التحذير من هذه المخالفات بطريقة شرعية فيها شيء من الرفق، وفيها شيء من اللين، وفيها شيء من يعني الحرص على الطرف الآخر اللي هو تراه أنت الآن يعني في وضع يعني ربما خطير بالنسبة لي وبالنسبة لعقيدته وكذا. فلما يكون هناك حرص، يكون هناك مؤسسات، يكون هناك تعليم صحيح بدون تشنج، بدون تعصب، بدون كراهية، بدون أحقاد. لأن مع وجود الكراهية لا يفيد شيء. مع وجود الكراهية والضغائن وكل واحد متخندق في صف ويعمل نفسه أنه يدعو، لا فائدة، يدعو كأنه يسب. أنت عندما يكون عندك خصم وتعلن العداء لي، وأنه من بعد الأمر الخط بينك وبينه مقطوع، وأنه ضال وأنه كذا، لا تتوقع منه أبدا أنك نتيجة الدعم تاعك أن تؤتي بثمارها ولا تؤتي أي فائدة ونفع. ينبغي أن يكون عندك حرص عليك حرصك على نفسك، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وكيف تصل إلى قلبه؟ لا تصل إلى قلبه بأن ترميه تقول له أنت مشرك أو من داخل هذا مشرك، وترى أنه هو متمسك بهذه المسألة، تأتي إليه والتودي إليه والتملق إليه، وكأنك تريد أن تبيع له سلعة غالية نفيسة تجعله يحرص عليه وتحببه فيها حتى تكون أنت قد أنقذته وأنت حريص على إنقاذه. تظهر هذا الحرص وتظهر المودة، لا تظهر البغضاء وتظهر الكراهية ولا تظهر العداوة ولا تظهر أنه من مجتمع مشرك. قصدي الغرض، الأسلوب في الدعوة هو اللي يختلف. الحكم لا وخليه في الحكم، لكن وخليه في الأسلوب. الأسلوب في الدعوة هذا غير صحيح، لا يؤدي إلى النتيجة التي نريدها. جزاك الله خير. تعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. لا يخالف.